لكن قبل كذا احنا حابين نعرف ايش غدانا اليوم. اكيد راح يكون بامتياز مع الشيف، وحابين نتعرف اكثر ايش محضره معنا اليوم. الشيف دلال صباح الخير. يا اهلا، صباح النور، اهلا وسهلا، نورتينا. حابين نعرف ايش مجهزه لنا اليوم من اطباق والمقادير. اليوم موجود في مدفونه الدجاج، وفي كبيبه حايل، وفي سلطه الزهره. يا سلام. اي واحد منهم حابة نتطرق له نتعرف على مقاديره؟ بداية الكبيبة حايل، احبها كثير. اي بالعافية، بتوقين احلى كبيبة ان شاء الله اليوم. ان شاء الله باذن الله. من ايش تتكون الاول يعني للاشخاص اللي مثلا نقول ما عندهم فكرة حول كبيبة حايل؟ تمام. طبعا الحشو هو متكون من رز مصري، بقدونس، كزبرة، معجون طماطم، كركم، بهارات مشكلة، ملح فقط. طبعا تكون في خلاط، تمام. بعدها يعني خلاص تنطبخ، بعدها تلف الكبيبه. حلو. خلينا نتعرف بعد على طبقنا الثاني. الثاني هنا فيه مدفونه الدجاج، يتكون من بصل شرايح، فلفل رومي ملون شرايح، ثوم حب، فلفل حار، الماجي والزبيب. هاي راح يكون طبق الرئيسي صحيح؟ ان شاء الله باذن الله. حلو. قاعدين نشوف الحين المقادير مشاهدينا عشان تتعرفون اكثر اول باول حول اكلتنا اليوم. انا مره متحمسه بشكل مو طبيعي، لان المفضل الحين عندي مع الشيف دلال. عندنا طبق ثالث، اي في سلطه الزهره بالطحينه. حلوه. ايش مقادير هذه السلطه؟ خس امريكي وزهره تكون مقليه، وصوص الطحينه وليمون. حلو. نقليها. اي طبعا. الزهره يعني تنصحين كم المده للقلي؟ تقريبا هي مجرد ما تتشقر خلاص تحمر، يعني ما تزيد عن تقريبا 10 دقائق، لانه الزهره يعني تحتاج استواء من داخل، فخلاص مجرد ما تتشقر خلاص. حلو. يعني اليوم دلعتنا باذن الله. ان شاء الله ثلاث اطباق الرئيسيه والسلطه والكبيبه، يعني ان شاء الله كذا ساعه كامله ونخلص. جاهز باذن الله. بإذن الله. يعطيك العافية الشيف دلال. أكيد بنهاية البرنامج رح نأجي وأشاركك أكيد الأطباق، ونحمس الجمهور أنهم يطبقون حتى في صفرة بيتهم اليوم. طبعا بالضبط، لأنه لو أضبطوها صراحة بيأكلون أكل ما جربوا. أنت بتجربين إن شاء الله وطاقم كل بيجرب بإذن الله. شكرا لك شيف، يعطيك ألف عافية. تسلمين. الله يسلمك يا رب.